يسعد اوقاتكم مشاهدي الاخباريه السوريه. نحن حاليا متواجدين على احد الاماكن بشواطئ اللاذقيه، وهي من احد الشواطئ الساحليه الجميله يلي فينا نقول انه هي بمقدور جميع الناس التواجد هون والتمتع اكيد بهواء البحر. رح نعمل جوله صغيره معكم لنشوف كيف الاجواء وندخل عند احد العائلات ايضا السوريه المتواجدين. مثل ما شايفين الشط بيوفر وبيامن للجميع التواجد، جلوس، اشياء كثيره متواجده هون وببساطه. مرحبا، يسعد اوقاتكم. اهلين، يا هلا اهلا. فينا نقعد معكم؟ مرحبا، تقعديني جنبك. اول شيء نحن يعني بدنا اول شيء نتعرف هيك كيف الاجواء عم تعيشوها، كيف البحر هلا بهالايام، كيف شايف الجو؟ الحمد لله الاجواء كثير حلوه واجواء فرح، ومثل ما شايفه هيك البحر كثير حلو والجو كثير حلو، ومعنا الاولاد هيك جايبين. حضرتك من اهالي اللاذقية؟ ايوه، من اهالي اللاذقية. ايوه اهلا. يعني يوميا ممكن شخص يقدر يجي لهون ويقعد؟ فينا نقول الشواطئ مفتوحه بشكل عام، متوفره الخدمات، بسيطه؟ لا لا، الخدمات تمام وغير شكل، مثل ما شايفه يعني الاسعار منيحه يعني. ايه الحمد لله. نتعرف بحضرتك كمان، كيف الاجواء؟ مليحه تمام، يعني انه اهم شيء هون الفقير بيحسن يجي قبل الغني، انه الاسعار مليحه. بتعرفي انه الواحد انه بيكون عنده 5 6 اولاد ما فينه يجي على محل غالي، فهون انه الحمد لله الاجواء مليحه، الاولاد بيسبحوا يعني بننبسط شوي بنغير شكل. اي والله ان شاء الله هيك. يعني نحن عم نقول هي الصيفيه غير، يعني بكل المحافظات بشكل عام مو بس باللاذقيه، وبتنعكس على اللاذقيه بشكل خاص، يعني باعتبار اكيد تضحيات جنودنا البواسل بكل المحافظات، عوده الامن والامان. كيف عم تلمسي هذا الشيء؟ يعني حضرتك من اللاذقيه واكيد بتيجي هون سنويا، كيف عم تشوفي شو الفرق، شو اللي متغير بين سنه وسنه؟ هلا اكيد العدد اللي صار بالمحافظات اللي عم يجوا العالم بيصيفوا، العدد اكبر، لكن ما شاء الله مليون. وهون الاسعار هون للشعب، يعني هون الاسعار منيحه وخفيفه، فينا نجي كل يوم اذا بدنا. طبعا الاسعار حلوه وكويسه الحمد لله، والتقديمات الخدمات متوفره، شط حلو ونظيف وخدمات كويسه كثير. ايه الحمد لله رب العالمين. تماما، هي من المناطق اللي معروفه بالعموم بشواطئ اللاذقيه، من الشواطئ خلينا نقول الشعبيه البسيطه. الشعبيه مثل في الرائد العربي، في البسيط، في يعني في مناطق اكثر شيء هون، يعني هون الشاطئ يعني كثير كثير. بدي اتمنى لكم قعده حلوه، واشكركم على انه خليتونا نقعد معكم، شكرا كثير لكم. تسلمي تسلمي، كلك ذوق. ها وهي رح ناخذ، هي حناخذ شفه يسلم هالايدين، كلك ذوق. يعني مثل ما تابعنا عينه بسيطه من احد العائلات السوريه من محافظه اللاذقيه بشاطئ الكرنك، وهو احد الشواطئ اللي بتتميز بجودتها، جوده الخدمات وايضا بساطتها. فهون فينا نقول السياحه الشعبيه، الفقير والغني بيقدر يكون متواجد. رح نكون معكم اكيد برسائل ثانيه لننقل الاجواء بمحافظه اللاذقيه والسياحه بمحافظه اللاذقيه من عدة أماكن. شكرا لكم، هي كانت رسالتنا لليوم. باي باي.